يا سيدي كل عام وانتم بخير. اجواء رمضان هون بالنمسا يعني ما تختلف شيء عن سوريا، اجواء كثير 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 جميله. والله ما صلى على النبي، شو ما تطلب موجود من اللحوم من كل شيء موجود هون بالسوق. انا شخصيا احكي عن نفسي، ماني حاسس بغربه ولا اني حاسس بشيء. جميع الاجيال الموجوده هين كلياتنا نعتبر عائله واحده واخوه، واجواءنا جميله يعني، وكان واحد عايش او يرمضن مع اهله يعني، ماني حاسس بشيء يعني غريب. اجواء رمضان كالعاده اجواء حلوه، متعبه شوي بس حلوه يعني، تعطيك دافع وحافز لنورجي للعالم احنا انه حتى برمضان احنا شغالين بهالبلد. الاقبال الحمد لله كثير 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 قوي هالسنه ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين. ونحن بنبيع فيك تصور معروف بانواعه، هذه ثقافه جديده على هذا البلد، حتى ما هذا السوق نحن الوحيدين بهذا السوق، السوق 16 بالبرون مارك، نحن الوحيدين بنبيع الاكل الحلو برمضان، فقط برمضان. الحمد لله حركه البيع اول شيء حلوه الحمد لله، وهذا السوق نحن نشطناه السوريين، ولكن في احزاب بالنمسا ضد اللاجئين السوريين، وانما اللاجئين السوريين كتبوا عليهم بالجريده اول ما جينا انه اقوى عامل هو العامل السوري. والله الحمد لله اقبالنا كويس، والمحل هذا كان تركي واخذناه صار عربي، والحمد لله فضل الله عز وجل المحل عم يشتغل كويس، وبيدخلوا عنا كل الجنسيات كل الفئات اللي موجوده بالنمسا، ان كان نمساوي ان كان سوري ان كان افغاني ان كان هندي، كل الجنسيات تدخل لعنا وكلهم بيطلعوا من عنا ممنونين. نحن ما فشلنا كوننا نحن اجينا لهون وقدرنا نشتغل وقدرنا نوقف وعم ندفع ضرائب وعم نتعامل مع الدولة تمام، فهذا الموضوع مو موضوع فشل. لما تلاقي ان سوري واقف عم يطلع من السوسيال وعم يشتغل، هذا الموضوع مو موضوع فشل، بس هن دائما بحبوا يحركوا هاي المواضيع ضدنا، ما بعرف ليش صار اقبال. ما انا من عم اقول لك من 2015 انا موجود بالبرونا مارت، بالبرونا مارت ما كانت تجي كل الاجانب لهون او كل النمساويين ما كانوا يقصدوا للبرونا مارت من قبل مثل هلا، هلا صار ينقصد البرونا مارت بالنسبة للأكل السوري، بالنسبة للمواد العربية السورية وللزيتون ولكل الأكلات السورية، صار في إقبال أكثر من 2014 و2015. رفيقتي جربت حاولت تصوم معي رمضان هاد. ليم. إيزي. هذه أول رمضان لك تصومي؟ It's first رمضان. ما أول رمضان إلي بتصوم، حبيت تشوف، حبيت أرجع أجواء رمضان، وحبيت تشوف أنا كيف بصوم ويعني تشوف الأجواء، فأول مرة كانت عم تشوف الأجواء رمضان. It's beautiful. It's really nice. I love that people get together and they buy everything from markets and then they cook together and it's really nice. تصريح الوكالة الاقتصادية التابعة للحزب الأوفوبيا وحزب الشعب المحافظ أتى عدة نقاط مهمة جدا. أنا ليهم من تصريحه هو الذي أساء فيه إلى كل مستثمر أو من له أعمال حرة بفيينا ذوي الأصول الأجنبية بما فيهم السورية والعربية والتركية وغير ذلك. النقطة الأولى التي تثيرني هنا ليس السياقه، لأن هذا السياق هو مهم جدا، هو هذه النقطة الآن أتت في ظل أو في وقت الآن تكوين حكومة الحكومة النمسا السفلى أو مسمى نيدر أوستريخ التي تآلف فيه حزب الشعب مع حزب الإف بي أو. هذا التصريح هو فقط من أجل اصطياد ما يمكن اصطياده من أصوات الناخبين النمساويين، يعني يريد أن يلعب بالماء في النار. هذه أول شيء. الحاجة الثانية النقطة الثانية هي أن الذين صوتوا على هذه الوكالة الاقتصادية التابعة لهذا هم أكثرهم أجانب، والذين في هذه الوكالة الاقتصادية معنا في الغرفة التجارية فكثير منهم الأجانب. كيف يمكن لأجنبي أن يكون في هذه الوكالة الاقتصادية التي الآن تسيء للأجنبي كأجنبي؟ والآن سوق 16 هو رمز للتعددية وليس رمز للعنصرية، فهو يثير غضب هذا، يعلم أن هذا السوق أصبح الآن لا يمثل فيينا، بينما الأسواق الثانية كذلك هي ترمز إلى هذا التعددية وليس إلى العنصرية. الحاجة الثالثة وهي التي الآن حان الوقت، وهي نصيحة وهو نداء للجميع العرب الذين يمارسون الأعمال الحرة، حان الوقت لتكوين لوبي اقتصادي يتكلم باسمه. الآن نقطة مهمة جدا بين قوسين، السنة أو الانتخابات الماضية للغرفة التجارية
هناك كثير من الأخوة العرب صوتوا للإسفيفا أو ما يسمى الوكالة الاقتصادية التابعة للحزب الاشتراكي أو من الحزب الاجتماعي الإسبيو. الآن للتاكسي فقط أخذ التاكسي الآن لا يحق الإنسان ذو أصول العربية ليس له لا يحمل الجنسية النمساوية أن يؤسس شركة تاكسي. لماذا؟ لأن هذه الوكالة الاقتصادية للتاكسي يسيطر عليها أتراك وهذه الأتراك صوتوا عليهم العرب وهم الذين أقروا هذا القرار الجديد أنه يمنع لكل عرب بدون جنسية نمساوية أو جنسية أوروبية أن يؤسس شركة تاكسي. هذا فقط نداء علينا الانتخابات القادمة للغرفة التجارية أن نكون يد واحدة ونؤسس لكي نكون ليس فقط رقما يضاف للغرفة التجارية أن يكون الأتراك فوقنا أو جنسيات أخرى أو نمساويين، أن نكون نحن في الغرفة التجارية في برلمانها الاقتصادي في كل الفئات أو كل الجماعات التي تؤسس هذه الغرفة التجارية. نمسا ميديا. رمضان كريم.